بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي إن شاء الله تكونوا بألف خير، غيبت عليكم بزاف بزاف لظروف قاهرة. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، وإن شاء الله إخواني سنرجع إن شاء الله في العاجل القريب إن شاء الله، ونضع لكم فيديوهات كما عودناكم، ولكن فقط يعني ساعدونا بوضع الجيمات والتعليقات وبارطاجيو لي فيديو تاعنا حتى يصلكم الجديد ان شاء الله. احبتي كما ترون البلاد راه مخلطه، راه مخلطه البلاد، الناس كلها راه ستريسي، كلها راه خايفه من فيروس الكورونا، من فيروس الكورونا اللي راه ينتشر. ومؤخرا يعني لقاو 5 حالات في البوليده في ولايه البليده. نسال الله ان يعافينا ويعافيكم ان شاء الله من هذا الفيروس. كان حاجه اخواني يعني من باب النصح ومن باب ما قال انك تسونسيبيليزي الناس، انك يعني تحسسهم اخواني في الله. الفيروس هذا صح راه فيروس يعني كغيرهم الفيروسات، فيروس خطير وقادر الانسان قادر يوصله للموت، ولكن يعني عنده ظروف اخواني في الله. اول حاجه يلزم نخدموا عليها الان انك تخدم على الوقايه خير من العلاج. الحاجة الأولى أنك تخدم المناعة تاعك، المناعة تاعك إخواني في الله، خصكم تخدموا المناعة تاعكم، لأنه كغيره من الفيروسات إذا كانت المناعة تاعك ضعيفة أكيد الفيروس هذا راح يتغلب على الجسم تاعك، الجسم تاعك ما راحش يقدر أنه يواجه هذا الفيروس، ما راحش يقدر يواجه هذا الفيروس. لهذا أول حاجة خصكم تخدموا المناعة تاعكم. كيفاش تخدموا المناعة تاعكم؟ خصكم تعرفوا أنه هناك أسباب لنقص المناعة، هناك أسباب عديدة لنقص المناعة، منها أولا القلق، منها القلق إخواني في الله. الإنسان اللي يكون توجور مقلق توجور مستريسي على بالك يكون أكثر الناس عرضة للأمراض، المناعة تاعو تكون قليلة إخواني في الله، المناعة تاعو تكون قليلة. ثاني شيء إخواني عندنا السهر، أنك كي تسهر ما ترقدش، ما تعطيش الكور تاعك، ما تعطيش للجسم تاعك يعني الوقت الكافي من الراحة والنوم، راح المناعة تاعك تطيح. ثالث حاجة نقص في التغذية أو البرنامج الغذائي تاعك ما يكونش يعني متنوع، البرنامج تاعك ما يكونش متنوع، تضل يعني تاكل لي كاسكروت برا، تضل تاكل الوجبات الخفيفة مثلا، الكور تاعك ما راحش يكون بمناعة قوية. لهذا حاولوا تنوعوا في الأكل، حاولوا تاكلوا اخواني الاكل تاع المنزل، اكل نقي، عفكم من الزيوت، عفكم من هذا الاكل اللي رانا نشوفوه برا اللي راه يعني داير كارثه. الاسباب كاع تاع الامراض راهم الاكل اخواني في الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المائده بيت الداء، البطن بيت الداء. هذه هي خصكم اول حاجه كما قلتكم تعليوا المناعه تاعكم اخواني في الله. ثاني حاجه خصكم الوقايه. الوقاية كيفاش إخواني في الله؟ دائما دائما يلزم تغسلوا أيديكم بالصابون توجور، كما حاول تجنب قدر المستطاع أنك تخرف تمسح نيفك ولا تخرف عينك ولا مانيش عارف تمشي تاكل ويديك ماشي مغسولة، لأنه هذا الفيروس يعني كيف ينتقل؟ ينتقل عبر اللمس، ينتقل عبر اللمس، ماشي كما راه منتشر انه ينتقل يعني هكذا في العوين يبقى ينتقل، لا هو صح. الانسان مثلا اللي يكون مريض به حامل لهذا المرض كي يسعل ولا يكح راح يانجكتي هذاك الفيروس، ولكن الفيروس يخرج مع اللعاب ولا يخرج مع يعني راح يسقط في الارض، يعني راح يسقط على جسم صلب مثل اليدين مثل ما مش عارف انا، المهم يسقط. لهذا اول حاجه اخواني في الله يديكم يلزم توجور تكون نقيه، توجور تغسلوها كي تمشي للمنزل بالصابون قبل ما تمسح وجهك، ولا غسل يدك مليح بالصابون. ثاني حاجه تقدر تمشي عند الصيدلي، راك مثلا تمشى برا مره على مره، اجبد لا سوليسيون هذيك هيدرو الكوليك هذه تنباع عند الصيدلي، يعني مره على مره فرك بها يدك مليح، فهي تثبط عامل الفيروسات والبكتيريا، حاجة مليحة. وثاني حاجة إخواني في الله تشوف يا أخي، تشوف أنك مرض ماشي عيب أنك توضع الكمامة، توضع البافات، توضع الكمامة
شريو لي بافات ياك دوروا بهم اخواني في الله. راكم تشوفوا المرض راه منتشر، راه منتشر خاصه لاغريب انفلونزا الموسميه، والانفلونزا الموسميه على بالكم اخواني في الله طيح المناعه تاع الجسم، كي تدخل الجسم تاعك يبقى يقاوم فيها طيح لك المناعه، يعني تكون اكثر عرضه ل يعني تقبل هذا الفيروس اللي هو الكورونا. الله يعافينا ويعافيكم. لهذا ما تمرضوا سيو ماشي ما تمرضوش المرض ابتلاء من عند الله، ولكن سيو تاخذوا الاسباب باش ما تمرضوش ان شاء الله. والانسان يطلب العفو والعافيه دائما. الانسان كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العافيه. هاد الاوبئه يا اخواني في الله ما نستقبلوهاش بالضحك، ما نستقبلوهاش باللعاب، ما نستقبلوهاش بالتمسخير. هذا وباء يا اخواني في الله، هذا غضب من عند الله عز وجل. باش نرفعوه باتخاذ الاسباب والعوده الى الله عز وجل، العوده الى الله اخواني. خصنا نعود لله باش ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء. اللهم اني بلغت اخواني في الله، سيوا طلعوا المناعه تاعكم، حاولوا على لسانكم، وايضا اتخذوا الاسباب تاع الوقايه اخواني. السلام عليكم.